بعنوانه نحن نزرع الشجرة لنزرع الأمل والحياة، قامت حملة تشجير من قبل الدفاع الوطني في مدينة السلمية ومديرية الزراعة بزراعة 3000 شجرة حراجية على سفوح جبل عين الزرقاء في المدينة. بمشاركة أهلية ومشاركة بالنسبة لهالموقع هذه من قبل مجموعات الدفاع الوطني بالسلمية واللجان الأهلية. هالحملات هاي هدفها هو إعادة الغطاء الأخضر لمواقعنا الحراجية ولغاباتنا وإعادتها لما كانت عليه. موقع عين الزرقاء من اهم المواقع الحراجيه بمدينه السلاميه، مساحته حوالي 6500 هكتار، في بعض المواقع خاليه من الاشجار، قامت مديريه الزراعه بدعم الغراس الحراجيه ب 3000 غرسه حراجيه متنوعه لتحريج هذا الموقع في هذا اليوم لدعم التحريج في سوريا. طبعا هذه الفعاليه هي تشجير منطقه جبل عين الزرقاء الموجوده بالسلاميه، تكاتفت كل دوائر الدوله وكل الفعاليات بهذه المدينه من اجل اعاده الخضار هذا اللي دمره الارهاب، مشان ترجع بلدنا مثل ما كانت واحسن. تقوم عناصر وقيادة الدفاع الوطني بسلمية بالتعاون مع شعب الهزم مع مصلحة الزراعة بسلمية بالتشجير من مبدأ أنه الجيش للبناء والإعمار وأيضا للزراعة. وتعتبر هذه الحملة هي الأولى من نوعها مستهدفة الأماكن الحراجية والتي تعتبر أحد أهم الأماكن التي يلتجئ إليها المواطنون في فصل الربيع. للأخبارية السورية محي الدين فهد.